يعطيكم العافية وتقبل الله طاعتكم. واليوم عندنا إن شاء الله في برنامج ريست راح نتكلم عن مشكلة إن لما تمسك تلفونك وايد 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 تستخدمه شنو ممكن الآلام اللي راح تحوشك. إحنا نستخدم التلفون ممكن شات، ممكن نشوف فيديو، ممكن أمورنا كلها الحين صارت ممكن شغلك أصلاً متعلق كله بالتلفون، بعد صار مو بس شرط إنك تمسك التلفون كوسيلة ترفيهية يعني. فأغلب الآلام اللي تحوشنا بعد التلفون هي رقبتك أو إيدينك، أعصاب إيدينك، أصابعك، الأمور هذه كلها راح تتأثر من مسكة التلفون، من الجيمز، من أي أشياء قاعد نسويها. دائماً أقول بعد مراتيني ناس يقول لي ما عندي وقت إني أتمرن، ما عندي وقت إني أسوي كذي، ما عندي وقت، كله ما عندي وقت. بعدين لما أمسك يعني أول شيء أقول له إذا تبي تقارن وقتك يعني مثلاً إن صدق عندك ولا ما عندك، أمسك تلفونك راح تلاقي مكان إيش كثر أنت تستخدم التلفون وإيش كثر بكل برنامج قاعد تطول فيه، مثلاً كل برامج التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والأمور هذه راح يعطيك كل برنامج أنت إيش كثر قضيت فيه وقت من يومك، راح تكتشف ساعات كبيرة مهولة يعني. مع أن تمرينك باليوم يحتاج منك 30 دقيقة أقل من مسكة تلفونك بوايد، بس تتكاسل عليها وتقول إنه ما عندي وقت. لو تراجع نفسك وتراجع تلفونك راح تكتشف ان في وقت وايد. انزين الحين لا تنادي لا تسوي شيء، خلاص مو مشكله، انا يعني سامحكم. بس المهم الحين اذا حاشك الم بيدينك اوكي، وراح يحوشك الم برقبتك اكثر مناطق شائعه من مسكه التلفون. اذا يالك الالم بيدينك او اذا يالك الالم خاصه حتى في امهاتنا والحريم يشتغلون بالمطبخ يحوشهم الالم هذا بيدينهم من شغل المطبخ، في تمرين حق الايد شوي راح يقوي اعصاب الإيد. تخلون إيدينكم مجابلين بعض الطريقة هذه أوكي، فتفتح أصابعك لي برا تشدهم، بعدين تسكرهم وتمدهم لي قدام مع بعض، ترد تسحبهم ترد تفتحها إيدك فوق مرة ثانية. بالطريقة هذه راح تلاحظ أن الأعصاب اللي هني واللي هني كلها تأكتفت معاك واشتغلت. في بعض المرات هو الألم يحوشنا لأن في أعصاب بالإيد ما قاعد تشتغل معاك بسبب أن أنت معودها على حركة معينة. فأول ما تفتح يدك شيء على طول راح تلاحظ هذه كل المنطقة شدت معاك أوكي، ترد تسكر مرة ثانية وتجابل أصابعك مرة ثانية، راح تشوف أن هم في اللي هني اللي برا كله اشتغل معاك. هب يعني إذا حاشك ألم هني راح تلاقي هذه العضلات إيه لها دخل بالموضوع اللي قاعد يصير معك. رد وأقول مرة ثانية، جسمك مو منفصل عن بعض، جسمك كله مترابط مع بعض. يحوشك شيء شد هني راح يكون بسبب ألم هني، لأن هي عضلة واحدة، أعصاب واحدة، أوتار واحدة، مو هم مفصولين عن بعض. التمرين الثاني تقدر تمسك إيدك، عادة الألم يحوشنا هني، تمسك إيدك ليه تحت أوكي، تنزل كف إيدك تحت، بعدين تمسك أصابعك ليه تحت وتشد إيدك كاملة، ترد مرة ثانية تصعدها فوق، بعدين ترد تمسك كف إيدك تنزله تحت كثر ما تقدر، تمسك من صوب أصابعك تشد إيدك ليه قدام وايد، ترد مرة ثانية هم 15 ليه 20 طقة اللي تقدر عليه ما في أي مشكلة، وتشد إيدك هذه المنطقة كلها حتى صوب أكتافك راح تلاقي إنه اشتغل معاك. مشكلة المنطقة الكف الإيد الأعصاب يعني كل صبع فيه لا أوتار خاصة وأعصاب خاصة، فممكن يكون صبع يأثر على الصبع اليمين. في عندنا بعد تمرين تقدر تمسك إيدك كف إيدك لتحت، هذا عادة نقدر نسويه إحنا وراء أي تمرين حق إيد لما تخلص تمارين إيد، عملية الكول داون، كف إيدك لتحت ودي أوكي، تمسكها لفوق تقدرهم مرة ثانية، تقدر تمسك الصبع وتشدهم ليه ورا مع بعض، بعدين تردهم، بعدين تاخذ اربع اصابع، تقدر ترد بس تاخذ اصبعك اللي صار تودي شكلك ايدك بطريقه ثانيه على جنب هم هولد، وترد مره ثانيه صبعك الكبير مره ثانيه. في بعد عندنا تقدر هم شو تسوي، انت تسوي مساج حق اصابعك تفعل أعصابك اللي موجودة هني باللمس، فتقعد تمسك أصابعك بالطريقة هذه
شو راح يصير؟ راح تقعد تفعلها. سهلين، تقدر تسويهم أي وقت بعد ما تخد التلفون أو تمسك التلفون. إنزين، العضلات اللي حوالين الرقبة ممكن هتكون ضعيفة بسبتها قاعد يصير عندنا الشد اللي وراء التلفون. عندك باستخدام السيور أو الدامبلز، يعني إذا متوفرين في البيت، تقوي هذه المنطقة علشان لا يحوشك شد وقت وقت مسك التلفون. عن طريق الدنابل نقدر نسوي تمرين اسمه ارلاند بريس. شو تسوي؟ دامبلين كذي، اوكي، شنك بتصعد بايسبس، بعدين تفرهم على جنب وتصعد فوق، ترجع مره ثانيه تنزل تحت. بالطريقه هذه ايش قاعد يصير؟ انت الحين قاعد تقوي العضلات اللي حوالين رقبتك. ترد مره ثانيه تسعد، اول شيء كأنك قاعد تصعد باي، تسحب تسحب تصعد فوق، ترجع مره ثانيه تنزل، بس توصل 90، ايدك 90 90، تفر ايدينك كذي بالصعيد هذا وتنزل مره ثانيه. هذا التمرين وايد راح يقوي العضلات الصغيره اللي حوالين الرقبه وما راح يحوشك شد. ونقدر بعد نسوي دامبلين على جنب، تفتح سايد اللي شويه على جنب، يعني مو سايدك بالضبط هني، لا شويه جنب جدا. تعيد هذا التكرار 15 12 مره. مو شرط يكون وزنك وايد عالي، عادي تقدر تخليه على وزن خفيف اذا عندك في البيت اوزان. وتقدر على السيور تحط السير تحت ريولك وتسحبه بالطريقه هذه، بس شرط ان السير ما يكون يعني يابس وايد. تقدر تطلع ريولك وتسحب لفوق وتنزل مره ثانيه. واتوقع السيور سهل انها تتوفر باي بيت واي مكان تحطها معاك. تعيد التكرار 15 ل 20 مره. في بعد تمرين هم يقوي الرقبه، ايدك ثنتين على السايد، تفتح سايد وترجع تنزل مره ثانيه، مو لقدام شويه، لا هالمره تفتح وين؟ سايدك على الجنب، تروح ترجع تفتح وترجع مره ثانيه. العضلات اللي حوالين رقبتك معقده وايد، في عضله مثلثه مشبوكه مع اكتافك، مشبوكه مع ظهرك، مشبوكه مع رقبتك وراسك، العضلات الموجوده في ثلاث اماكن قاعد تلتقي فيها. فهذه العضله وايد معقده، ممكن صعب تعرف من وين سبت المشكله اللي قاعد تجيلها، ممكن من اكتافك، ممكن من الاسترس اللي انت فيه لما تكون بالسترس، ضغط عالي، شغل، متوتر من اشياء، هذا التوتر بالذات هذه العضله يزيد من شدها. تقدر حتى انت في البيت تمسكها شيء على جنب، تتنفس وتخليها هولد، اخذ هواء كثر ما تقدر، طلع هواء كثر ما تاخذ هواء، قاعد يشرب اكسجين. الاكسجين هذا هو اللي قاعد يمد الطاقة حق جسمك، هو قاعد يمد الطاقة حق العضلة، قاعد يزيد ضخ الدم، فهذا الدم هو اللي محتاجته العضلة علشان شوية تفج. فهذه المنطقة قلت لكم صعبة لأنها مشبوكة مع وايد عضلات، تستخدمها وايد بيومك بطريقة غلط، تنسى نفسك وايد وانت ماسك التلفون، تروح تشندس. ذكر نفسك، ذكر نفسك ان انا لازم ارفع راسي، لازم اخليها على مستواها. حتى جهاز الكمبيوتر في الدوام تأكد انه على مستوى نظر عينك، لا يكون لتحت شوية، ارفع الشاشة، حط تحتها كتب، حط تحتها اي شيء، الشاشة خلها شوية مرتفعة علشان رقبتك لا تكون طول الوقت نازلة. ولما تمسك التلفون تذكر، وذكر نفسك ان انا لازم ارفع راسي شوي. يعني عادة امر الاقي خلاص انه رقبته بس لشت بالتلفون، ادري كل اترك انا واي احد كلنا ننسى نفسنا، بس ذكر نفسك اول ما يحوشك شد خفيف. ويعطيكم العافية.